أول شيء أحببت أن أقول رسالة للسلام على كل الموجودين، من رجل وحدوي شارك معنا في بعض المؤتمرات السابقة، ورجل فاضل عالم مربي اتصل من السجن من داخل المعتقل، اليوم اتصل من داخل المعتقل في البحرين، وحملني السلام والدعاء الأستاذ الشيخ حسن مشيرة يسلم على جميع الموجودين، وهو معتقل السنة الثالثة، وأنا راح تدخل السنة الثالثة على معتقل، كملت الثالثة ودخل في السنة الرابعة، لا لشيء إلا أنه يطالب بحق شعبه، كما خرجت كل الشعوب العربية تطالب بحقوق المشروع والعدالة، ولذلك أمانة في عنقي أحملها للجميع، يسلم ويبارك، وهو شارك معنا في بعض المؤتمرات قبل عدة سنوات، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفرج عنه وعن جميع المعتقلين الأبرياء المصلحين الذين لا ذنب لهم سوى أنهم يطالبون بالحق والعدل.